إنسان قال لي كل ما فعلت. في حوار السيد المسيح مع المرأة السامرية بنلاقي كتير من الكلمات لها معاني عميقة. ماء موجود في البئر، الماء الحي، السجود في هذا الجبل، السجود في أورشليم، نبي، مسيا، كلام كتير. وهنا بنلاقي ان المرأة السامرية تعبت من القيل والقال، كلام كتير بيتقال مش عارفة تصدق اني كلام. علشان كده السيد المسيح قال لها يا امرأة صدقيني. المرأة السامرية تعبت من كلام الناس، لان احيانا كلام الناس بيكون فيه مديح ومجاملات. لما هيرودس وقف يكلم الشعب، الناس حست ان ده صوت اله وليس انسان، مديح. ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار ياكله الدود ومات. مديح الناس، كلام اللي فيه مجاملة، تسبب في موت هيرودس. المرأة السامرية تعبت من القيل والقال لأنها بتلاقي في كلام الناس أحيانا في تخويف، زي اللي ورد في الكتاب المقدس عن أخاب وإيزابل ونابوت اليزرعيلي. نابوت اليزرعيلي كان عنده حقل، وأخاب وإيزابل زعلوا علشان نابوت اليزرعيلي تمسك بميراث آبائه، لكن بالتهديد قدروا يموتوا نابوت اليزرعيلي، ومات نابوت اليزرعيلي. وأتى رجلان من بني بلعال وجلس تجاهه. قد جدف نابوت على الله وعلى الملك، فأخرجوه خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات، وأرسلوا إلى إيزابل يقولون قد رجم نابوت ومات. المرأة السامرية تعبت من القيل والقال لأنها بتلاقي في كلام الناس أحيانا استهتار واستهزاء بالناس. كان في سفر القضاء رجال أفرايم شغلتهم يتريقوا على الناس، لدرجة انهم قالوا ليفتاح الجلعادي انتم منفلتوا أفرايم، انتوا كده الحسالة بتاعتنا. المرأة السامرية تعبت من القيل والقال لأنها بتلاقي في كلام الناس أحيانا الوشاية والنميمة. في عهد داود لما مات شاول ويوناثان، داود حب إن هو حد من نسل شاول يكرمه، فلو واحد اسمه مفيبوشث. مفيبوشث كان ابن شاول، وكان له واحد بيرعاه اسمه صيبة. وصيبة في يوم الأيام وشى على مفيبوشث عند داود، تفات صيبة بالوشاية بتاعته إلى داود وخد حق مفيبوشث. المرأة السامرية تعبت من كلام الناس لأنه بعض الأحيان الكلام ده مفهوش صدق وأمانة. حنانيا وسفيرة كذبهم على بطرس الرسول، كذبهم على ربنا. المرأة السامرية تعبت من القيل والقال لأنها بتلاقي في كلام الناس مصالح ومنفعة شخصية. حفلة عملها هيرودس الملك فرح بيها، وابنة هيروديا رقصت وفرح كل الناس. مصالح
منافع شخصية. تسببت هذه الأمنية التي كانت لابنة هيرودية أن يقتل ويقطع رأس يوحنا المعمدان. المرأة السامرية تعبت من كلام الناس. كلام الناس بعض الأحيان بيبقى فيه إدانة. سمعان الفريسي مع المرأة الخاطئة. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. المرأة السامرية تعبت من القيل والقال لأنها بتلاقي في كلام الناس تناقض. بولس الرسول في طريقه إلى روما ليحاكم نزل في جزيرة اسمها مالطا، ماليطا. أهل الجزيرة لما شافوه كانت في أفعى على إيده، قالوا هذا الإنسان قاتل. وبعد كده بولس الرسول مد إيده على الحية نفضها كده ولم يتضرر بشيء، فقالوا عليه هو إله. نفس الناس اللي قالوا على بولس الرسول إنه هو قاتل قالوا عليه إنه إله. تناقض في كلام البشر. المرأة السامرية تعبت من القيل والقال لأن كلام الناس بعض الأحيان بيكون كلام سلبي. لما السيد المسيح كان مع المرأة الفينيقية الكنعانية قالت له: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح ورائنا. هل في إبعاد المرأة الفينيقية شفاء لابنتها؟ كلام سلبي. المرأة السامرية تعبت من القيل والقال لأن في كلام الناس أحيانا بيكون في مديح ومجاملة، تهديد، تخويف، استهتار، استهزاء، وشاية، نميمة، تناقض، سلبية. عقل محتار بسبب كلام الناس، لكن السيد المسيح قال لها: يا امرأة صدقيني.